إيغلي بولاية بشار، والتي يعني اسمها باللغة الأمازيغية ملتقى الوديان، أصبحت اليوم مهددة بالجفاف، لا سيما بعد انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي بات يثير تخوف الفلاحين من زوال نشاطهم الفلاحي رغم وعود السلطات حسبهم ببناء سد لإنقاذ الوضع. هاد السد اللي عندنا راه في 40 عام حنا نطلبوا به. هذه الأمنية تاع الشباب، الأمنية تاع الشباب اللي كان في عمرهم 25 عام 30 عام راه ماتوا، وخرا ولاو في 60 عام. ما كان والو زعما من بكري ما زحت حاجة. عينا زعما اللي جاي جينا مسؤولين كبار نهضروا لهم واه 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 شي ما كان. واه. حنا بغينا زعما تجي السد يعني في الأرض الواقع يعني. وكان يجيو يسقسيو الناس اللي كانت تفلحنا. السد ما يجيش الا في منطقه مازر باش ينجح، وفعلا كاينه منطقه استراتيجيه ما كان فيها لا ضياعه دراهم ولا حتى شيء. السد بامتياز، اللي ما شافهاش يجي يشوفه. للاستفسار عما آل اليه مشروع انجاز السد اقتربنا من رئيس بلديه إيغلي، فكان الرد: المشروع هذا عنده هدفين. اولا تخزين المياه اللي يعني تاع الوديان للطبقات الجوفيه، منها منسوب المياه يطلع يزيد ونقصوا من مشكل الملوحة، وثانيا نحموا المنطقة نتاعنا من الفيضانات. بيرو دي سيود بورتوغي هو اللي راه شاد المشروع هذا تاع الدراسة. نتمنى ان شاء الله الدراسة تكمل ونطلبوا للغلاف المالي باش يكون انجاز سد الخنق ان شاء الله، اللي راه حلم البلدية، هذا هو حلم تاعنا سي بيان لو باراج. يبقى مشروع بناء السد حسب العارفين بخبايا المنطقة مجرد حبر على ورق، والتماطل في إنجازه يعني هدر للوقت ولهذه المادة الحيوية التي يعول عليها لإنعاش قطاع باتت تراهن عليه الدولة في الجزائر عموماً.